هناك اتصال نسمعه. السلام عليكم. يا مرحبا يا حبيبي، تفضل تفضل يا حبيبي. كيف نجعل الأولاد يتعاملوا من خلفهم وحسن يتعاملون في وجودهم؟ هذه المسألة تحتاج أن يرى الأولاد القدوة الصالحة منا. السؤال بيقول كيف، السؤال يقول كيف نجعل الأولاد يتعاملون في غيابنا كما يتعاملون في حضورنا؟ يعني أحيانا بعض الأولاد قدام الأب أو الأم بيتظاهروا بالالتزام والتقوى والورع والمصحف والقرآن يكفي، والمصحف والقرآن و يعني بيدهم للأب الوجه الذي يريد. وبعدين بعد ذلك عند انصراف الأب أو عند انشغال الأب يبدأ الولد يتصرف التصرف الثاني. ماذا نصنع؟ المسألة دي تحتاج إلى تربية منذ الصغر، ولا بد للولد أن يكون واثقا في والديه بأنهما قدوة صالحة وأنهما على كفاءة واقتدار طيب. والمسألة دي تأتي بالتراكم، يعني ثقة الأولاد في آبائهم كقدوة وكإمامة، هذه المسألة لا تأتي في مرة واحدة ولكنها تأتي بالتراكم، تأتي بالتراكم. إلا إذا أراد الله تبارك وتعالى البلاء بالأولاد، يمكن بالفعل أن تكون الأم قدوة أو الأب قدوة ولكن يبدو الأولاد بالصورة غير لائقة، إذا هذا بلاء. فلكي أجعل الأولاد في باطنهم موافقين كالظاهر وأن يكونوا في الغياب كالحضور سواء بسواء، لابد أن يربوا على الفضائل وأن يعيشوا القدوة الصالحة في بيوتهم معيشة صالحة. وهذه المسألة تحتاج وقتا طويلا.